السلام عليكم. محمد دياب من مرج منطقة عشوائيات. جيت التحرير النهاردة؟ جيت التحرير النهاردة لان انا كنت في يوم 28 يناير انا جيت. وفعلا كان في مهزلة، والمهم ان احنا قلنا ان الناس دي تتحاكم. قلنا نديهم فرصة فعلا يعني عشان نشوف رد فعل ايه. قضيناهم شهر واثنين وتلاتة واربعة وخمسة. حصل حاجة؟ ما حصلش اي حاجة. ما فيش اي تغيير، ما فيش اي محاكمة، ما فيش اي حاجة. وبالعكس عمالين يغلوا على الشعب عشان يقول ان احنا اللي خربنا الثورة واحنا اللي خربنا بلدنا بايدنا وكنا عايشين مرتاحين. بس احنا برضو مش هنسكت مهما ما نجوع ومهما ما نتعب. احنا برضو مش هيتنزل عن حقنا. احنا فين حقنا؟ فين الناس اللي اتحاكمت؟ فين الناس اللي من 30 سنة بيسرقوا البلد؟ ناس من 30 سنة بيسرقوا البلد ما بيتحاكموش. في المحاكمة ادناكم فرصة. انتوا مش عايزين فرصة؟ كانوا عمالين يقولوا يا جماعة في فرصة، ادونا فرصة عشان تشوفوا رد الفعل ايه. ادناكم شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. ما عملتوش أي حاجة، مفيش أي تغيير. فين الجيش اللي بيحمي الناس؟ بالعكس احنا بنتهان. فين حقنا؟ احنا كمصريين فين حقنا؟ مفيش أي حقوق. شباب بتتبادل وناس بتتهان، كل ده عشان خاطر حق ايه؟ عشان خاطر حقنا، عايزين نعيش عيشه نظيفه. مطالبك ايه؟ مطالب ان احنا عايزين نعيش عيشه نظيفه، ناس فعلا تحمي البلد بالدين وبالحسنى وبالادب وبالاحترام. وقليل الادب احنا ما بنقولش ان هو ما يتحاكمش، لا يتحاكم. كل واحد ياخد حقه. انا ما بنقولش ان البلد تبقى فوضى وبوظان، لا كل واحد ياخد حقه، بس احنا عايزين ايه؟ عايزين البلد تبقى نظيفة ومستقرة، وعايزين نعيش عيشة نظيفة وأدب واحترام، والدنيا تبقى حلوة. بس السلام عليكم.